أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حمدا لمنزل دنا وداي ومنزل صفاي والدواي من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا بي عن البلاء. ثم على من زما نزا مرد يبرع بلا بد وفاد بالغرد محمد طبيب الحكيم أزكى كلام ربنا الكريم ولا لي وصعب زين علي ما احتجز الأسقام لصفاي هذا وإن اليوم زو أوجاي مبدغيا عون المجيب داعي وأستكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أتنظرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نقاف من سر النعم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الأباد والرزايا وهب لنا الإرزاء على تاتي وكفنا غزل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمر ورا يا شافي يا بر يا لطيف يا موافي يا من له الأمر ورا يا سافي أنزل صفاءك مكان الداي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الغير مكان السر وأنزل العلم مكان جهلي وأنزل الجود مكان البغلي وأنزل العين مكان فقري وأنزل الشكر المكان الكفري واسفي جميع المسلمين آجلا ثم قهم خوفا وعزنا آجلا ونجهم وغافهم والتف بهم ولا تواهزهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لدغف يزهر قلوبهم ليس تميل أبدا إلا سواك مننا إلى عدا لكنما تلزز الجواري أبداهم ليخبى القبائه فلا تواخذهم بما لا ينحسك ولهم بالذي لا ينفحك. يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا أقلا فنكفى الدراب واجعل جميع المؤمنين